شعور لا يوصف. بس كمان شعور بس انا خايفه كثير انه هلا ما عاد شايفكم ابدا. عرفتي كيف؟ هلا ممكن بلبنان كنت هلا ممكن تشوفكم بالبراي او شيء، بس يعني تصوري بعد البروجرام. ايه رح نضلنا نحكي واتساب اكيد اكيد، على شوي سكايب، على اكيد اكيد اشخاص تعيش معهم 4 أشهر وبعدين اقدر صحابي من صغري تحكي معهم سكايب او شفتي تشستر اكاديمي حضرت النومينيشن الأخيرة كيف درة عملت؟ لعبتني أنا ومروان. يا الله سمعتيها؟ أنا درة أنا قربت أحزار وين حضرتها؟ كنت بمحل عم بشتري تياب دوروها وأنا عم بحضرها. يا الله شكل غريب، تصور أنت رايح تشتري تياب ومدورين النومينيشن تبع ستار أكاديمي. إيه قاعدة عم بحضرها طلعت ديفيت، قلت لها قد إيه غريبة مروان مروان ونسيم. يا الله نسيم. ليك عبد الرحمن انا انا قابلت سعد وحيات امي شو زعلت، وحيات امي شو زعلت انه مش جاي والله العظيم. شباب صبايا لو قلت لكم سعد بيسلم عليكم تقربوا ولا بتعملها؟ والله وحيات امي، وحيات امي كمان، وحيات امي والله بيعملها. وحيات امي شو قلت لك عن يوسف؟ وحيات امي كم مره اجيب سيرة؟ وحيات لا انت هتعمل اللي عملته فيك دره. ايوه بس مشكله ما فيش نومينيه بقى خالصين فنانة خلص فنانة كانت تعمل غنية. هلا اخذوني كلاوز اليوم على وجهي او لا؟ كثير حلو كان ضعفان. ورني قلبي حضرت فيديو إلا وقلبي بقى يعملوا لك دعايات بشكل مش طبيعي. والميوزك انا قتلتني هني كثير. وبدك تكون انه بوزيتيف مش نيجاتيف. انا بوزيتيف كثير. وشو ما كانت النتيجه بعدين؟ على خالص وشو ما كانت النتيجه بعدين؟ شو يا قلبي ربحان وحياتك ربحان. لا لا طلعت من هون. لا لا ربحان كثير ربحان، ما تخيل قد ربحان كثير. طبعا ربحان. ايه حاطط الشغله براسي قبل ما اطلع يعني. اكيد مش من ايمتى بنلبس ساعات نحن؟ هي هيك خزة اخبار. برني صوتك شو حلو. برني صوتك شو طيب. حياة امي اشتقت لكم والله العظيم. والله العظيم. ما تتخيل ما تتخيلوا ما تتخيلوا. ماشي ماشي ما راح تتخيلش. خلص. شو بحبك لما تعملها؟ كانت حلوة اليوم؟ كثير. من هذا التوتر عم نسمع ان شاء الله تخلص منه. صرنا البرايم 15. معقول يا الله؟ طبيعي اجباري شو؟ حاجة بوبوت انت قلت يا روحي بالسلامة. اثنين ثلاثة اخذين زاوية بتبدل نجمع ما نجمعوش حنايا وكيف نجمع يلا شكون؟ انايا انا قاعد امسوي دير حنايا يعني نحن شوف ما بقاش نطاق نشرح لك كل كلمة. ما عليك لعمرك تعلمني نعلمك وركي باش نشرح لك كل كلمة. لا ما انت اذا بتشرح لي عندك معك الزقبة المغربي من هون لبن. قولي لبن 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 زبيدة. طيب زبيدة في خلي تيجي انا ماشي لا قام ديالي انا كنغني معاك نفسيا نقول لها تمام. لا لا الحمد لله الحمد لله بخير. اول ما خرجت هو هذاك خرجت نفسيا وعاتني ملي شفت الناس تنسى يم التعب يا عمي تنسى انك تعبت تنسى انك كل شيء تنسى تنسى الاكاديمي وجه هذا اللي الحين جاي مكشر ذا نكون مبسوط في هالامه. والله نفسي تغير 180 درجه. اقول لك انا عزل مصر مو الاسبوع اللي بعده. طيب انا متاكد حجم حقابلك متاكد تكون مشغول بطريقه انت ما تتخيلها بس حشوفك غصب. لا ما سمعت ابدا طبعا انيس ابدا انا مستني اي لحظات برا لقيتني في كلام عارف
والله عارف، وانا عندي والله بس يا اخي فراس كنت ما جمعش معك على راحتي يا حبيبي انا عملت اللي عليا ما مجمعش معاه هذي، ما أخذش معاه راح في الجماعة الله العظيم في كمانية انت على فكرة على هذا صح؟ تكسر على المتر لأنه أحيانا أنا برسل لك زي ما قلت لك الفرق يكون وقت فرق التوقيت مثلا أنت بترسل أنه كل وقت نمت إذا يكون عندك من الساعة 2 فهم؟ إذا عندك من الساعة 5 فهمت؟ فرق التوقيت لا ما داكش معك على راحتي انت كنت مشغول وانا كنت مشغول دابا مورا الفينال غتكون مرتاح مورا الفينال حيت كلشي غينتهي فهمتي كلشي يوسف يوسف رايس هلا 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 بلاشكر هلا بمدير لا تنصدم يا حبيبي انا اللي لبستك تفرجت عليك اهلي كلهم يسلموا عليك عبد الله اخويا يقول لي يعشق صوتك جد بدا انجح ترمينال باك بكالوريا بدا انجح هالسنه ان شاء الله خلص منه طبعا من الجامعه لا مو جامعة وبدي بذات الوقت اشتغل على الشيء اللي بحبه يعني بدي ادرس الشيء اللي بحبه موسيقى يعني بالجامعة ان شاء الله دانس كمان دانس كمان مرسلينو قال لي طلعتي انت موبيل ما ضل في حدا يمس فور منيح الله الله يا بيتو صباح الله يسلمك بموت فيه بموت فيه بموت فيه أخي الكبير حياتك بموت فيه وحياة ربنا مش هيحصل لك كويس ايه ايه هلا ايه نجينا الصراحة اللي احنا عملناها حنان القعدة بتاعت الصراحة اللي احنا عملناها حنان عم بعمل هون هلا هي فاهمة دي انت فاهمة انت فاهماني عشان هي وصفتني اصلا قبل ما تروح احكي لك كل حاجة يا دينا كل حاجة بالتفصيلة اوكي شو انت بتعتقد بصحنة؟ جديدة ها؟ قاعدة 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 بعدين ماشي ايوه حبيبي بصراحه انا ها هنا هون قلب الدنيا بمصر بجد انك ما بتعرفيش تمثلي بتعرفي تمثلي انت بجد بتاعك لما تقولي مروان تكلمني مصر انا هكلمك مدرسه شو ها شو ها شو ها خيي شو سعيد صح تاني يا قلبي صح تاني يا عمري كله يا قلبي دول فول مصري لا سوري شو بدك منك شو بيت بيت شو هيدا ولا ايه شنطال تعالي دول شنطال تعالي دول فول مصري برني قلبك طيب هدينا بتجوي هاي بتجوي التفاحة معا بتجوي العنب زيت وهيك منك فيه تطلع تطلع شفتيها مش مني دي من ايد شنطال ابدا هذا أبسط يا فؤاد جربت النهار وحرارتك انت 40 شفتي 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 انت كمان كنت لابست لي ستايلش وهيك وما مدري شو انت شفتيها لحالك شو بتعمل يا لو ضروري بين ستايلش ونضاف حنان بس انه الفاز بتاعي حنان شربك بس مش لابت لها الشغل بجد اي نو كنت ابدا متوقعك شي كيوت يطلع لي قاعد رح تطلع حتى على المول من شوبينج وجيت بالضبط شرف لي انك يا اخويك وصلنا ونحتاج تقعد معاكم هنا يا وصلني جلت حتى وجو سوي سورتي سامان فيك اللي تذكر هالكلمات حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا لأني أنا ما في شيء لك لحظات من قلبي أنا